الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كأني به هذه اليوم جالس عند أبيه الإمام الحسن العسكري. هذا والإمام بين الموت والحياة يوصي بوصاياه لصاحب العصر والزمان، وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه وأخذ يوصي وصايا وقرأ سورة ياسين إلى أن ختمها. أحسن الله لكم العزاء، ثم أطبق فاه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وإماما ضجت سامراء بأهلها ضج واحدة، والمنادي ينادي وحسنا أوالي غمض عيون ومات بديار غريبة، والحجة هاجت عبرة وعالي نحيبة، سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جابه تجري دموعه أو يصفق شماله بيمينه. أوالي بيده الطاهر غسله والقلب صادي، وبالجفن لفه وبالنعش مهجة الهادي، وشالوا الجنازة وبالحزن صاح المنادي، يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا. أوالي شيعوا إمامي، يا الغرب ما عنده أحباب مبعد عن أهله والعشيرة ببلدة جنا، وابن المهدي ينتحب والدمع سجى ينادي فراقك زيد الوحشة علينا. نعم جلس صاحب العصر والزمان على قبر والده. سيدي أنت صاحب العزاء في هذا اليوم العظيم، جلس على قبر والده دموعه تتحدر على خده، يقول له والله يا ابو يا موحشة موحشة الدنيا علي، بديار غربات تجرى احتوف المنية، بلغ سلام المصطفى خير البرية، وخبر على جار الدهر واشفع البينا. سيدي يا صاحب العصر والزمان، ها أنت تقف على قبر أبيك الإمام العسكري، فكيف إذا زرت قبر جدك الحسين في أرض كربلاء؟ له زيارة أول ما يظهر إلى جانب كربلاء بجانب قبر أبي عبد الله الحسين، وبعد التحية صوب قبر يوقف يزور ينادي سلام الله على نحرك المنحور، وجفوفك اللي مقطع وراسك المشهور، وضلوعك اللي رضضتها الأعوجية. اسم الله على دمك الجاري فوق التراب، اسم الله على شعرك الشاب الفقد الأحباب، اسم الله على قلبك الجانب سهايم
ينصاب. اسم الله على روحك يا ابو النفس الأبية، اسم الله على شبانك اللي ذبحوهم وخيامك اللي بنار يا جد احرقوهم، اوال اسم الله على نسوانك اللي سلبوهم، ومن ضجة المهدي تموج الغاضرية ماذا يفعل؟ كأني بالإمام يضع يده في ذلك القبر يتذكر ما جرى على جده الإمام الحسين، يقول ويمد إيده في القبر ظنوة المبرور، ويمد إيده في القبر ظنوة المبرور، من صوب نحر حسين ولا دمومه تفور، يستخرج الطفل الذي بالسهم منحور، ومن ضجة المهدي تموج الغاضرية، أوالي وينفرج قبره وتطلع الجثة بلا رأس، وينفرج قبره وتطلع الجثة بلا رأس، وموج وادي كربلاء من ضجة الناس، ويمشي أبو صالح المهدي القبور، عباس يوقف على قبره البطل راعي الحمية. هكذا يقف الإمام المهدي. لكن اليوم أيضا نذكر زينب كيف وقفت على جسد أبي عبد الله الحسين، وختام هالمصيبة بزينبها، قضى الله حوائجكم، نظرت إلى وهي على باب الخيمة تشوف الإمام الحسين على بوغاء كربلاء تطأه الخيول بحوافرها، وش نادت؟ نادت أنا اللي ودي أوصل مصرعاك، مصرعاك وانجدل وياك، لكن اش بيدي ولازمه، لازمه ذيالي يتامى، لو يقدر السجاد ينهض كان جينا، خدك نوسدى وبالدمع نغسل الطبرة. هذه زينب وبالأمس كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله.